اهلا اهلا استاذ جورج، اهلا معالي الوزير، تفضل تفضل. انا بتمنى اكون وزير. نعم. بس انا بعدني نايب يا ميشيل، معك جورج عدوان. نايب. اي صعب عليك. نايب. نايب. بدي اقول بونسوار لاستاذ توني، وانا محضر له غرض كتير حلو للفنان توني كيوان. بدي العرض هو انه انا بتنزل له عن مقعد النيابة مقابل انه هو يعطيني مقعده الفني وصير غني اغاني ويقدم تنازل عن الاغاني كلها يلي بغنيها. حلو، تقبل؟ ليك المقعد الفني اذا انا بدي اتنزل عنه في ناس ما بتقبل اني اتنزل عنه. صح، نحن اول ناس. انا بعتقد انه المقعد الفني هو اغلى واهم بكتير من اي مقعد اخر، ان كان نيابي او وزاري. صح. واثبتت كل الايام انه الفن يجمع الجميع، انما السياسه تفرق ولا تجمع. 100%. للاسف عندنا بلبنان يعني. فلا، فنان وين ما كان، مش عندنا فنان بلبنان. يا استاذ جورج، ورح ضل فنان، ما رح امنحك مقعد الفني ابدا. شكرا استاذ جورج لمقعدك. يعني لا اتصالك. عم نجرب يعني، مش شيء منه اوبليغاتوار. لا لا، منه اوبليغاتوار. لا عم بقول منه اوبليغاتوار. طيب ميرسي بوكو.